أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بعض إخواننا في إسبانيا جزاهم الله خيرا يعانون كما يعاني كثير من أبناء جالياتنا في الدول الأوروبية من قلاقل خطيرة تقع في المساجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكل أن الفتن إذا انتقلت إلى المساجد فمعناه أن الفتن خارج المساجد أكثر، ولكثرة الفتن خارج المساجد انتقلت إلى المساجد. فإذا ظهرت الفتن في المساجد فاعلم أن ذلك من علامات الساعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 خصلة إذا حلت بكم فانتظروا مسخا أو خسفا أو ريحا حمراء. الأولى إذا كان المغنم دولا، والثانية إذا كانت الأمانة مغنما، والثالث إذا كانت الزكاة مغرما، والرابع إذا عق الرجل أمه، والخامس إذا أطاع الرجل زوجته، والسادس إذا بر الرجل صديقه، والسابع إذا عق الرجل أباه، والثامن إذا أكرم الرجل مخافة شره، والتاسع إذا صار زعيم القوم أرذلهم، والعاشر إذا ارتفعت أصوات الفسقة في المساجد. الله الله. نزيد نكملوا بعد الحديث من يوجبنا الحديث، لأن المقصود نتاعنا والدليل هو إذا ارتفعت أصوات الفسقة في المساجد. 11 وشربت الخمور ولبس الحرير، 12 وظهرت القينات المغنيات والمعازف سنترا، 14 ولعن آخر الأمة أولها فلينتظروا خسفا أو مسخا أو ريحا حمراء. الفتن تظهر في المساجد. المفترض أن المساجد تكون مأوى للمؤمنين، وتكون موضع السكينة للمتقين. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ويقول تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكره رفع الصوت في المسجد إلا إذا كان الأمر يتعلق بالخطيب يوم الجمعة، فقد كان الحبيب صلى الله عليه إذا خطب في الناس يوم الجمعة انتفخت أوداجه وارتفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي غير هذه الحالة ينبغي للإنسان أن لا يرفع الصوت، يكره له رفع الصوت ولو بذكر الله، لأنه سيشوش على الآخر. فكيف إذا كان رفع الصوت عياذا بالله في غير ذكر الفتن والمدقة ويدق المسلم مع المسلم حتى يجيوا النصارى ويجيبوا الكلاب ويدخلهم المساجد لكي يفكوا النزاع بين المسلمين، فيحتج بعض المسلمين عليهم كيف تتجرؤون على إدخال الكلاب إلى موضع مقدس يا بيوت الله، يقولون إنكم لو كنتم تحترمون بيت الله ما وقع لكم هذا ولا ما كان ذلك سببا في أن نأتي بكلابنا لكي ندوس ب... الله يحفظ يستر. مشكلة هذا، احنا السبب. هذه الفتن الآن من الذي يشعلها؟ هذه الفتن الآن في المساجد من الذي يشعلها؟ شكون هو؟ أولا الذي لا يعرف حرمة المسجد، مصيبة. احنا كي تجي تدخل عطانا النبي صلى الله عليه وسلم السنة انك تقول بسم الله وتسبق رجل اليمنى وتصلي على رسول الله،
تقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك، وتحيي الله تعالى بتحيه المسجد واحد الركعتين، وتجلس وانت ذاكر، لا تحدث ولا تحدث الناس في غير ذكر الله. وما دمت على تلك الحال يقيض الله لك ملكان، احدهما عن يمينك والاخر عن شمالك، يقول احدهما اللهم اغفر له، ويقول الاخر اللهم ارحمه، وزيد وهو في صلاة من انتظر الصلاة. الله أكبر، اللي ما يعرفش هذه القيمة نتاع بيت الله هذا غادي ما يعظمش حرمة الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا تعظيم الشعائر هو من تقوى القلوب، أما القلوب التي ليس فيها تقوى فارغة هذا هو اللي ما يعظمش. لا لا يقول لك لا ماشي هذو هما غير هذو اللي يديروا الفتن. من هو هذا الذي لا يعظم حرمات الله؟ هو الذي يجهل منزلة المساجد في الإسلام. يا رب يا رب، إذا القضية قضية جهل، الجهل. وشكون هما الجهال؟ كاين اللي مسكين ما يعرفش، ولكن ماشي جهل، ما يعرفش، ولكن يعظم حرمة الله ويجي ويصلي ويمشي ويسمع. لأن كاين الجهل اللي مولاه جاهل، ولكن يحب أن يتعلم، لأن كاين الله يحفظ عالم ويعلم أنه عالم، فذلك عالم رباني فاتبعوه. وهنالك من يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذلك غافل فنبهوه. وهنالك جاهل ويعلم أنه جاهل، فذلك جاهل فعلموه. قولك أنا ما نعرفش، يجي عندك. وهنالك جاهل ولا يعرف أنه جاهل، جاهل ويجهل أنه جاهل، فذلك الأحمق الخطر. هذا كيتسمى الجهل المركب. علاش مركب؟ هو جاهل ويزيد يجهل باللي راه جاهل. جاهل أكاري، ثم في الرياضيات تقولوا هكذا، جاهل أس اثنان، يعني هذا مشكلته. كي غادي يدير؟ شكون هو الجاهل المركب؟ هو الذي تعلم بعض الأحاديث والتزم حديثا ويعتقد أنه إنما أخذ علوم الأولين والآخرين. يرفض لك راسه ويولي مفتي في العين، بدح هذا، فسق هذا، كفر هذا. أولادي فرق غالي، تحاول على راسك، تحاول على راسك. هذه النبتة أو النابتة التي نبتت عند المسلمين عندها بعض الصفات وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ احداث الاسنان. ما معنى احداث الاسنان؟ مازال صغار، 16 17 18 19، هذا الشيء مغير صغار هذا مازال. احداث الاسنان زين، والاحلام العقول، العقول ما نضجاش، صغير في السن العقل ما نضجش. يا لطيف يا لطيف. ومن بعد واسمو يدير الصفات نتاعو اسمو هي يتطاول ويتعاظم على الناس على العلماء. هو ما عرفش يتطاول على العلماء. كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا الله العفو والعافية، قالوا يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وصلت بهم الدرجة حتى ماشي غير اللي اسمهم الخوارج، كيقولوا من بيصلع اسمهم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. المرض تاعهم منين جا؟ منين جا؟ جاء من رؤوسهم لا من قلوبهم. القلوب صادقين بغي الدين، لكن ما عندهمش العلم. وحساب لهم باين لا عندهم العلم. في الخوارج كانوا يقاتلون إلى جانب رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم منين جا؟ أبو خويصر التميمي، ودار يديه هكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، اعدل يا محمد، شوف لا أدب، اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. أو لطيف أو لطيف، ما عدلتش يا محمد، راك ظلمت، هالقسمة اللي قسمتها ما بغيتش بها وجه الله يا رضي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد خفض رأسه، ويحك ويحك، ومن لم يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، ويحك. فقال خالد إذن لي أضرب عنقه قد نافق يا رسول. قال لا، اتركه اتركه، سيخرج الله من ضئه أي من صلبه
أقواما تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وجهادكم إلى جهادهم، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجوا من الدماء الصباح العشية، يسلم منهم أهل الأوثان ويسفكون دماء أهل الإسلام ويخرجون على الأمة بالسيف. الله، في الأول تبدي غيكلة بدع 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 كافر، كي كفرك صافي، كي كفرك واش ما بقالك اقتله وسلم. هذا الناس هذو سألوا الله العفو والعافية. حديث عهد بالتوبة، هذا كتابه، وحديث عهد بتعلم بعض الأحاديث سمعوها من شيوخهم فنصبوا أنفسهم أئمة يفتون في مسائل لو عرضت على أبو بكر لجمع لها أهل بدر، وهو يقول فيها عياذا بالله برأيه. شو الغريبات؟ وهذا من علامات الساعة. قال رسول الله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عليه، قال إن الله تعالى يرفع العلم، شو الله تعالى فعلم الساعة يرفع العلم، لا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، يرفع الله العلم بموت العلماء، ما يبقاش العلماء، وكلما مات عالم دفن معه ما معه من العلم. فلما تخلو الأرض من العلماء يتخذ الناس رؤوس جهاء، رؤوس خاوية، فيستفتون في الدين، أي يسألهم الناس عن مسائل الدين فيفتون ولا يتورعون، ما يقولش قال الله أعلم، ما عندوش الله أعلم، هو ديركت فيفتون بغير علم. فظلوا وأضلوا، هم ظلوا وأضلوا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إذن لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف، إنما تنتشر الخلافات في المساجد وتحتد المناقشات حتى تصير عياذا بالله مشادات في المساجد وضرب وشتم ورمي الآخر بالزندقة وبالبدعة. ما حدث هذا إلا لأن هؤلاء صاروا فتنة حقا، لأنهم ينطلقون من فراغ من جهل، لأن العالم لو كان عالما لعالم ما زيد، أنه يجب عليه أن يبقى متعلما، فمن علم شيئا وزعم أنه أصبح عالما فذلك الجاهل المركب. قالك الناس 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 من شوية تعرف الدين واسمه يبين له راسه واسمه يقولوا أنا أعلم الناس، منين يزيد يتعلم ويوصل الوسط واسمه يقول أودي راه شوية القضية تحمض، هو يتعلم هو واسمه شبرا أنه لا يعرف شيئا، من يبدي يقول أنا عالم، من يوصل الوسط يقول راني في الوسط، يشوف منا اللور ما عرفتش لا حوايج، يشوف القدام البحر قدامه بابا بابا يبقى يعرف القدر ديال العين. اما منين يغرق ويزيد ويصبح عالم يرى انه جاهل، يبقى يقول غير الله اعلم الله اعلم. من اخطأ الله اعلم اصيبت مقاتله، اللي ما يقولش الله اعلم يصاب بمقتل، فأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، لأن المفتي موقع عن الله وعن رسوله، فلينظر عما توقع. أنت توقع عن الله راك تقول له هذا الحكم حلال ولا حرام ولا مندوب ولا، يعني راك تفتي في أمور ديال الشرع، راك تنوب على رب العالمين، هذه مسألة كبيرة. الكتاب نتاع الإمام ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، سموهم عن رب العالمين موقعين، المفتين هم موقعين يوقعون عن رب العالمين. انت لو كنت توقع غير على الخليفة غير على القائد دارك النايب ديالو اراك ما توقع وانت ترجف، لان خايف لا توقع على شي حاجة فالتالي يحاسبك عليه يقول لك هاد الشهادة كانت خصها ديك الورقة ديال شهادة الوفاة ما كايناش هنا وانت وقعتها با، ارا زيد الزندارة
يعني انت توقع وتترجم. هذا على بنادم خايف الى تخالف الشروط المرعية في كل امر يوكل اليك، فكيف وانت توقع على رب العالمين؟ هذا شي بزاف. هذا باش توقع على رب العالمين واش ما خصك؟ واش ما حاجه؟ العلم خصك كل العلم. يقول ربي وسالوا اهل الذكر ان كنتم اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واش مخر مع العلم؟ واش مع العلم؟ الصدق والاخلاص. فانت لا تريد بعلمك الا وجه الله، لا تلوي اعناق النصوص ابدا، انما تفتي خوفا من الله وابتغاء وجهه وتبيانا للحق الذي حمل الله العلماء أمانة تبليغه. وإذا خضى الله ميثاق النبيين حتى قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذا حملهم أمانة تبيان الحق، فلا ينبغي أن يشتروا به دنيا، لأن القضية قضية حق، والحق إذا بيع في أسواق الناس بالمال فسدت أحوال الناس في الدنيا، وفسدت حتى أصبحوا كالحمر يتهارشون فوق الأرض. يخص الإخلاص. وثالثا يخصكم فهم الواقع عند الناس حتى تحسن تنزيل هذا العلم الشرعي على واقع، بحيث يحقق واسمه تحصيل مصالح للأمة ودرء عنهم المفاسد. أما كانت الفتوان تاعك تعرف الحكم الشرعي ولا تحسن تنزيله على الواقع فيحدث فسادا في الأرض، فماشي العيب في الشرع، العيب في كيفية التنزيل. وانت الله يحفظه ستر ما عرفش كيفاش تنزله، نزلته بواحد الطريقة همجية وديت كل شيء. ولذلك هذا الناس مساكين، أنا بغيت نقول لهم واحد الكلام نزولا عند رغبة إخواني في إسبانيا. في الحق هذا الطلب نتاع إخواني في إسبانيا، لكن أنا شفته كامل في أوروبا. ذهبت إلى أوروبا ووجدت أن المرض هو مستشر في جميع دول أوروبا. هذه النابتة التي نبتت هناك غير يعرف واحد زوج أحاديث ويطلع الجلابة فوق الرجلين ويدير اللحية ويلبس القميص ويولي هو يفتي في الناس، ويا ريت يولي يفتي في الناس، يمشي يديرك تهضر في العلماء القرضاوي موالو. الله أكبر، شو قرا لي حتى الايه نيشان؟ ما حافظش شي ايه، حافظ شي حديث، وتقول كل شيء يقلبوا، يضرب في القرضاوي، يضرب في العلماء نتاع بكري وديال اليوم. ها ولادي نتاع فين خرجت فوق زدت واسمو قريت واسمو شت انت، ها هيك صرالك. ولذلك انا كنقول هذا الواغش الله يجازيكم بخير، انتم اولادنا واحبابنا واخوتنا، والدين هذا ديالنا كاملين، راه الا شوهنا الدين راه هذه مصيبة مصيبة مصيبة. تلقى الله تعالى يوم القيامة باسم الدين تشوه الدين، الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا اسمهم رب الأخسرين أعمالا، أخسرين أعمالا، يحسبون بأنهم يحسنون صنعا وهم يفسدون ولا يدري. ولكن نعطيهم بش بعض النصائح. النصيحة الأولى الله يرحم والديكم، الحاجة الأولى أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ويستمر في التعلم، ولا يكتفي عياذا بالله بأن يقف عند هذا الجزء البسيط الذي تعلمه من شيخه أو من شيعان. ظهرت عندنا احنا واحد الظاهرة، احنا واحد السيد مثلا باش نقول له روح دير الدرس، يفوت في برنامج تربوي، برنامج معرفي، برنامج دعوي، 4 سنين ولا 5 وحنا ندربوه وكذا ويتعلم ويحفظ القرآن ويحفظ كذا ويعرف علوم الحديث، يعرف علوم القرآن، يعرف إن شاء الله تعالى بعض العلوم ديال الأصول ديال الآلة اللغة مع المجموعة يعني تطلقوا يعني على الأقل اللي خصو 5 سنين ولا هو جالس عندك في الجلسات وأنت إن شاء الله تبارك تصبروا عليه وكذا وكذا. هذا غير يحفظ جوج أحاديث ثلاثة يقول له راك عالم، ويبقى يتكلم مع العالم بحال راه يتكلم مع اي واحد، يقول له الله يرحم لك الوالدين راه هذاك الحديث ضعيف صافي، وليت بعدا تحكي مع الحديث وتحكي مع ابو جود. ولذلك هذه الحاجه الاولى هي يا اخويا اجمد ركابك وطوي ركابك في مجالس العلم، وعلى الاقل على الاقل على الاقل اللي خصك واحد المجموعه ديال العلوم تكون هاضمها باش تبقى تتكلم في الدين، ماشي باش تفتي غير باش تتكلم. اللي كتسمى علوم يعني ضرورية
اللي راح ذكرناها، علم علوم القرآن وعلوم الفقه وعلوم الأصول ديال الحديث واللغة والمقاصد والمآلات، مجموعة. ولكن على كل حال هذه بعد غير باش تبقى يعني تقرا، تعرف تقرا الكتب وتعرف دير، تعرف فين راه غادي المسائل. والسيد مازال زوج أحاديث ولا ثلاثة احفظهم ويبقى يولي يقول لك صافي أنا تعلمت، راك ما تعلمت والو. ثانيا، أن الإنسان اللي يتعلم لا يكتفي أبدا بأن يأخذ العلم من جماعة واحدة أو من مجموعة ديال العلماء الذين يمثلون مدرسة واحدة، فإنك إن أخذت العلم من مدرسة واحدة غادي تكون بحال داك اللي مبورني، لأن ذيك المدرسة هذاك فهمها للدين ذيك الطريقة، هذاك فهم تلك المدرسة بناء على قواعد نتاع ذيك المدرسة تعتمد عليه في في, في الفهم بناء على طبيعة تاع ديك المدرسة. انت منين تبقى مثلا المدرسة نتاعك تدي العلم غير الألباني وابن باز وابن عثيمين يعني انت واش مراك واش حبك الإسلام هو غير ابن باز ولا هذو علماء جزاهم الله خير خدموا الإسلام رحمهم الله، تركوا إن شاء الله ثروة كبيرة وخدموا الإسلام لا يشك في ذلك أحد، جزاهم الله على الإسلام خيرا، لكن هم ليسوا كل العلماء، هم مدرسة واحدة لها فهم خاص، فلا تسقط فهمهم وتحسبه هو الفهم الوحيد اللي كاين في الإسلام. الإسلام فيه مدارس، فيه الصحابة اختلفوا بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم في المسائل الفرعية، سيدنا أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختلفون بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا بني قريظة، واحد كيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد السرعة وصلى في الطريق، واحد قال له لا خطر وصل تما وصلها مع العشاء العصر، واختلفوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم انتم على خير وانتم على خير، لأن المقصود نتاعكم كان هو طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في أمور كبيرة بحال الصلاة مثلا، كل واحد كيفاش. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى خصكم تأخذوا العلم من كل شيء، إلا قصيتوا هاد الجهة معناها العلم نتاعكم غادي يكون ناقص، غادي يكون الفهم نتاعكم الدين هو كيفاش؟ هو فهم ذلك أولئك، يا ريت لو كان يكون الفهم نتاعهم يعني ديت فقط بعض القشور نتاع المدرسة نتاعك، لأن العلماء نتاع العلماء ديالك اللي ديت عليهم الدين اللي راهم الآن حيين ينكرون عليك ما تفعل، واش هما يبغيوك باش هذاك الفهم السقيم اللي عندك تنوض به في الجوامع تبقى تكفر الناس وتبدع الناس؟ لو كان كانوا حيين يتبرؤون منه. حتى هؤلاء العلماء الربانيين الذي تأخذ عنهم تشوههم أنت، إنك تدعي أنك تأخذ العلم عنهم، هل لو كانوا أحياء يفعلون ما تفعله الآن في المساجد؟ إنك تشوه شيوخك، لأن شيوخك لا يرضون أبدا بتمزيق الأمة. هذه المسألة الثانية، تعلم زيان وتشوف أكواك. المسألة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تعالى فليدعو، يدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بلغوا عني ولو آية. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي لكل مسلم، ما يحتاج تكون عالم، لأن العالم يتكلم في مسائل الفتوى في مسائل تخصص، أما الدعوة قضية الحلال اللي باين والحرام باين والمعلومة من الدين من الضرورة باينة، منين تدعي الناس للصلاة ما تحتاج لشي علم، تعرف اللي الصلاة ركن من أركان الإسلام، كتقول مصلي ولا ما يصليوش. إذا الدعوة يفعلها كل واحد، لكن باش بشروطها، من جملة هذه الشروط ها ثلاثة، أن تعلم ما تدعو إليه، وأن تعمل بما تدعو إليه، وأن تدعو إلى ما تدعو إليه باش بالتي أحسن. فإذا أردت أن تأمر بمعروف فأمر إلى المعروف بمعروف، لأن لا كنت والعياذ بالله هذه الطريقة كتمشي تدعي الناس وانت يا هكذا شديد على الناس، سيدنا النبي يقول بشروا ولا تلفروا، يسروا ولا تعسروا. واش بنادم عباد الله جاء السيد قال لي في صبنيول، جاء السيد يسلم صبنيولي وجاء عنده ذاك بول السيد قال له تعرف إلا سلمت واسمو غادي تدير لو كان تخرج بالإسلام؟ هو مازال ما تخرجش الإسلام. قال له واسمو؟ قال له تسمى الردة ونقتلوك. قال له أنا ما أسلم ما أسلمش أسدي نولي أنا قاع هذا، يعني هذا داعية إلى الله واسمو يهرب الناس من الدين، واسمو غادي تقول سيدي ربي من يلقاك ذاك النصراني ويقول الذي كان سببا في دخولي إلى جهنم أنا جئت إليهم إلى المسجد لكي أعلن إسلامي وأدخل في زمرة أمة رسول الله
وجا هذا السيد هذا اللي كيقولوا له عالم ولا مدين ولا داعيه، فاغلق ابواب الاسلام في وجهي. ابنا ما اسمه تقول سيد ربي، ماشي انت يا والعياذ بالله الان وليت نسال الله العفو والعافيه تدخل عباد الله للنار، انت راك تدعو الى النار، انت تدعو الناس الى النار، انت باسم الاسلام تدعو الى النار. واش كاين شي فظاظه وغلظه كيف هشكي هاد الناس؟ هؤلاء لا ينتفعون ابدا بكلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش النبي يدخل عند اليهودي ولده مريض ويقول له قل لا اله الا الله ونبقى نشوف با، قال له اطع ابا القاسم فلما قالها تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يقول الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار. واش عباد الله السيد يجي ياكل هكذا معاك الماكله، واحد السيد جاي ياكل معاه ورفد رفد التفاحه باليسرى، كانت عنده المغرفه كبيره، ضربوا الليت قال له اتق الله كل بيمينك وكل مهرس له الليت ابن مغير فقرضو. واش هذه الدعوة هذه؟ هذه التي هي احسن، هذه بالتي بالتي هي احسن اقرض. شنو هذا الغريب هذا؟ ولذلك يا حبيبي انت ملي تبغي تدعي الدعوة ما غادي يقلحها لك حتى واحد، الدعوة ما غادي يقلحها لك حتى واحد، ادعي لله ولكن بالتي هي احسن اخويا بالتي. سيدنا المصطفى كان ياخذ النفوس اخذا جميلا وياخذهم الى الله تعالى سبحانه وتعالى باش باللين، فما كان اللين في شيء الا زانه وما كان الخرق في شيء الا شانه، وان الله يعطي على اللين ما لا يعطي على العنف ابدا، ومن حرم اللين فقد حرم الخير كله، حرم الخير كله. اذا قال له الخلق هذا. المساله الرابعه، ما تفتيش يا سيدي، انت لست اهلا للفتوى لان مازال ما عرف والو. واش تفتي في الامور؟ الدعوه دعي لان مسائل معروفه، لكن الفتوى انت توقع على الله تعالى، كيف تفتي؟ المساله الخامسه، كيف ترمي الناس بالبدع؟ باش عرفتوا باللي بدع؟ تلاوه القران جماعه بدع، كل شيء ولا ما يقراوش القران في اوروبا، رفعوا اليدين بدع، يعني الدين ديالك انت واسمه الدين ديالك الذي الان تجمع عليه واسمه واسمه الدين؟ خليت كاع الكليات وخليت المبادئ وخليت الفرائض وخليت الكبائر الكبيره اللي متفقين عليها، وفين مشيت؟ مشيت عند من؟ عند فرعيات يختلف فيها، يعني الدين ديالك انت باش تجمع الناس على لا اله الا الله، وحده القبله، وحده المرجعيه، وحده المبادئ، وحده الغايات، وحده هذه المسائل الكبيره اللي كتجمعنا، خلاها كامله ومشى عند من؟ عند المسائل المختلف فيها، يعني الفروع الفروع. واختلاف الأمة فيها سيبقى إلى يوم القيامة، ومن اعتقد أن يجمع الأمة على مسائل اختلف فيها وتبقى من طبيعة هذا الدين ومن غناه غناه ومن ثرائه ومن رحمة الله على أمة محمد أن لم يجمعهم على رأي واحد، فلو جمعهم على رأي واحد ما وسعهم الخلاف، ولو خالفوا الأصحاب النبي لكفروا، ولكن رحمة من الله تعالى أن جعل هذه المسألة الخلافية ثروة كبيرة ورحمة للأمة، لكي يأخذ كل حسب ما يناسب بيئته وزمانه ومكانه، وفي ذلك سعة ورحمة. وانت بغيت تجمعهم على حاجة، هذه بعدها بدعة، أكبر البدع أنت تنهى الناس عن بدعة اللي كتقولها بدعة واخا بدعة نقولوا كاع بدعة، ولكن أنت الآن واش مدير تقع في بدعة أعظم، وهي أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على هذه الفروع، هذه من خصيصة الدين من طبيعته، وإن حاولت أن تجمع فإنما تحاول عبثا، وإنما تصرفات العقلاء تصان عن العبث. هذا عبث، هذا عبث، هذه صبيانية، هذا انحدار، هذه سفالة. ثم كيف تقول بأن الناس هذول اللي رحنا نديرهم تقليديين يقلدوا الأئمة نتاعهم، فأنت تنعى علينا أننا نقلد الإمام مالك، وإمام مالك شي حاجة كبيرة، وأنت تقع في نفس ما ترمي به الناس. أنت تقلد شكون؟ هاد العلماء الجداد، يعني أنت كتعيب على الإمام مالك بعد الإمام مالك، إمام مالك إمام دار الهجرة، إذا أنت تقع فيما تنعى الناس عنه، كتقول ما تقلدوش أنت راك تقلد، والناس هذو راهم كيقلدوا ائمه كبار، انت كتقلدوا اسمه، تقلدوا هذا الناس اللي تقلدهم حتى هما كيقولوا لهم حنابله، اي حتى هذا اللي راك تتبعهم حتى هما من المذهب ديال ما عندهمش مذهب جديد، يعني اللي راك كتقلدهم هما بذاتهم مقلدين الامام احمد ومن المتاخرين المقلدين.
إذا فكيف أنت ها؟ ورابعا ولا خامسا البدعة الكبيرة واسمه هي؟ هي أنك تريد أن تجمع الناس على الفرعيات التي لا تجتمع الأمة عليها أبدا زيد وتقع في بدعة تشتيت الأمة فين ما تمشيو الجوامع تشدوهم تلقاو شوف لاصقين في الجامع حتى ديروا فيه الفتنة ما ترفدوش يديكم ما تصلوش على النبي جماعة ما تقراوش القرآن هذا هو الدين ديالكم غير هذا هو خليتوا المنكرات نتاع العري ونتاع الربا ونتاع الشرك الحوايج اللي مجتمعين عليهم وما مختلفينش كاع فيهم خليناهم والعياذ بالله بقينا نمشيو غير عند المساجد كأن المشاكل والمنكرات كان غير في المساجد كأن المنكر الكبير اللي دخل الجهنم هو قراءة القرآن جماعة ابن عمي قراءة القرآن جماعة عندكم التي هي اللي كتدخل النار ولذلك الله يحفظه ويستره مساكن ذوك صحاب التبليغ يمشوا لذوك القهاوي ويمشوا عند فين يسكروا الناس ويجيبوا الناس ويجيبهم للجامع وهما غير بلاتي لعل وعسى يولوا هما فين يمشوا هما يمشوا عند ذوك اللي جابوهم للجامع وخرجوهم للجامع الكلمة الأولى اللي يقول له اللحية حرام حلقها وفيها التشبه بالنساء مشاء يقول له الباس طلع فوق وقال الاخر الى بقى تحت الى بقى تحت راك في النار احكم عليه بالنار صح راه في جهنم قال له ما يبغيش يسمع باللي كان شي حديث خور كيقول انما الكبر في القلب كيقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا اي اذا كان اللباس مرتبط بالكبر والعياذ بالله اما قضيه اللباس يكون تحت هنايا مزيان ما يكونش تحت هنا باش تدير ولا كاين الا كان تحت هنا وكنت انت متواضع لا ما عليش لكن كاين اللي يرفدوا حتى لهنا ومتكبر على المسلمين ما يسلمش عليهم يحسب روحه هو المسلم هو المؤمن وهو اللي راه على سنه النبي هو اللي راه من الفئه الناجيه الاخرين كلشي مشاو المحروق لا لهم ليه كلشي ماهم ليه باقي غير هو كي الطاوسي تمشى هو صاحب الجنه مين عبال كيقول لك انا من صاحب الجنه وراه من صاحب النار من قال انا من اهل الجنه فهو من اهل النار واذا اردت ان تتبع السلف فعد الى القران فترى اللي قال انا كل شيء في النار انا خير منه قال له انك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين اللي قال له انا ربكم الاعلى قال له اخذه الله نكال الاخره والاولى واللي قال لهم انا اكثر منك مالا واعز نفرا قال لك مشى واللي قال انما اتيت على فخسفنا به وبدار كاع اللي قال انا في القران مش جا اللي يقول لك انا هو ودي شكون انت تواضع تواضع ولكن خصك تتعلموا شويه التواضع راكم تكبروا على عباد الله ويقيسكم العجب وتولي العدو ديالكم هو المسلم اللي يمشي للجامع واحد هنا عندنا في وجده مسكين مشاو عند ذوك التبليغ كان يسمع الغناء وكذا وكذا جابوه مشى للجامع الحمد لله بقي يصلي وجا الفجر حاصل سيدي وكان يدير ذاك الكاسيتان تاع الاناشيد حضر الدار وجا عنده هذا السيد هذا الاخرين ماشي صعب تبليه قال له راك تسمع لهذا الاخر بدعه واللي يسمع الاغاني يصب له الله الرصاص في ذوك الاحاديث مشى قال له تمشي ولا نضربك بركلان فتت لك الكلاوي قال له علاش؟ قال له انا منين كنت لهاك في الكانتينات وكنت كذا ما عمرو جيت عندي وما شفيتك لعل وعسى تقول لي شي كلمه ربي يرضى بيا حتى جاوا الناس وداوني للجامع وليت الحمد لله نصلي وما بقيتش نسمع الاغاني والاذان نسمع النشيد ونسمع الصلاه على النبي وكذا بنت الكلام درك نمشي لجهنم ما بنت الكلام نمشي لجهنم منين كنت لهاك مع القرعه منين كنت القرعه وكنت في الكانتينه كنت مرغ ما بنت الكلام اللي صحاب النار حتى دخل للجامع ودخل النار زيد على الكلام لك قال وضربوا بزوج مشى كنت درنا هكذا السي محمد شحال الغريبه هذه ولذلك خصك الله يرحم والديك ما تبدعش الناس الا اذا كانت البدعه مجمع عليها وكانت بدعه ضلاله وانا تكلمت في المساله تاع البدعه بزاف وقلت واسمو هي البدعه يوليو لها اللي بغاو يعرفوا واسمو هي البدعه اذا يقعون في بدعه كبيره نسال الله العفو والعافيه ولذلك النصيحه الاخرى وهي ان تحاول ان تجتمع مع كل المسلمين وان تحسن الظن بهم الا كنت تسيء الظن بالمسلمين عمرو ما غادي تتلقى ولا تجتمعوا خصلتان من احب الخصال الى الله حسن الظن بالله
وحسن الظن بالمؤمنين. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. خصك تظن بالمؤمنين خيرا، خصك تظن دائما الناس بالخير، لا تسيء الظن بالناس. خلي المسلم صاحبي خصك دائما تنوي فيه الخير، مالك انت يا باش تقرب له باش تدير كذا. ثامنا، إلا كنت انا مجاجي مكمل كاع وانت صاحب عطاك ربي الدين والعلم، كيش يدير الطبيب مع المريض؟ كي يدير له؟ يرفق به وينزل اليه وباش يعالجه، واسمو يدير حتى يفوت عليه ويعرف المرض منين جاء، لان الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره، يكون عنده تصور على هذا المرض. وباش جاء باش من يعطيه الدواء يعطيه الدواء اللي يناسبه، ما يعطيش مثلا هو مريض مقروض وهو يعطي الكنينه نتاع الكبده. ولذلك الانسان ان شاء الله تبارك وتعالى اذا كان طبيب يهود ويعرف المرض ويدير، اما اذا كان تخاطبه من فوق وتحسبه باللي راه ما يفهمش وراه مبتدع راك حكمت عليه. وانت الله تعالى لم يرسلك قاضيا ولا حاكما، ما انت عليهم بجبار، ما انت عليهم بمسيطر، ما انت عليهم بحفيظ، ان عليك الا البلاغ، انت بلغ السلام، انت داعية ولست قاضي، نحن دعاة ولسنا قضاة، احنا ما نحكموش على الناس، اللي يحكم عليهم هو ربي، وربي هو اللي يعلم القلوب. ولاش تشي واحد انت يا عاصي؟ احمد الله على انك ما راكش طايح في داك الشيء، لانك اذا اظهرت الشماتة باخيك يكاد يعافيه الله ويبتليك. انت احمد الله وادعي له الله باش يرد بك، كما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي السيد كاع سكران ويقيم عليه الحد ويبقوا عليه لعنك الله كم يؤتى بك يا رجل، يقول لا تلعنوه انه يحب الله ورسوله. شوف كيفاش يعالج، ومن اللي سمع باللي قال انه يحب الله ورسوله قال انا النبي يقول عليا انا نحب الله ورسول الله ونولي الشرب، والله عمره ما وليت له. اعطى له الدواء النبي صلى الله عليه وسلم، يداوي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه مجموعة نتاع النصائح إن شاء الله لهذه الفئة التي تتوب، ولكن يعوزها العلم وتعوزها الحكمة وتعوزها أخلاق الإسلام، فيكون إفسادها عياذا بالله في مجال الدعوة أكثر من الصلاح والإصلاح. ولذلك ترى من نتائج هذا التهور في الممارسة الدعوية كوارث تقع في المساجد. راه كاين شي خطر يدقوا الناس بالروسية بالبوني ويدقوا على الجامع، شكون يديه؟ هذا نتاع السلفيين، هذا نتاع الصوفيه، هذا نتاع المغاربه، هذا نتاع الجزائر، هذا نتاع الاحباش، هذا نتاع الاطراش، هذا بزاف هاد الشعلات. احنا كاع مسلمين اسدي، احنا كاع مسلمين، صليوا مع بعضنا بعض ونحبوا بعضنا بعض وندعوا لبعضنا بعض. هذه كلمه لاخواتي واخواني في اسبانيا نزولا عن الرغبه نتاع واحد المجموعه ان شاء الله تعالى، والله تعالى اعلى واعلم. فان اصبت فذلك بفضل الله ورحمته فالحمد لله، وإن كان ما قلت فيه من الزلل فذلك من نفسي والشيطان، والله منهما براء. وصلى الله على حبيبنا محمد.